تبقى الكرة مع نادي الجيش، تسديدة من حميد ميدو، جميلة تسديدة حميد لكن تمر جانبية، أخطر الكرات، تسديدة حميد ميدو تعود مرفوعة داخل منطقة جزاء أنس بوطة، عود منطقة جزاء، تسديدة من أنس بوطة، مطالبة بلمسة يد لكن حكم اللقاء يشير لاستمرار اللعب. كرة وحداوية عند برهان صهيوني، برهان تسديدة من برهان لكن تمر فوق مرمى نادي الجيش الأولمبي. كرة لخطاب مشلي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء باتجاه محمد الواكد لكن حسين رحال يبعد الكرة، تعود الكرة رامي الترك، رامي على حدود منطقة الجزاء، رامي توزيع داخل منطقة الجزاء، تسديدة من رامي وهدف، هدف لصالح نادي الجيش. محمد نور خميس يسجل لنادي الجيش، هدف أول لصالح نادي الجيش. محمد نور خميس برأسية يغالط حسين رحال، يهدئ الرتم قليلا، تمريرة جميلة باتجاه خالد المبيض، خالد داخل منطقة الجزاء، خالد المبيض مراوغة أولى، تسديدة ولكن حسين رحال يبعد الكرة لركلة ركنية. مؤيد عجان على التنفيذ، ملعوبة داخل منطقة الجزاء باتجاه الواكد، رأسية والعارضة، رأسية من محمد الواكد، تسديدة ماهر دعبول لكن تصدم بأحد اللاعبين، تعود أنس بوطة، تسديدة من أنس لكن تمر. نصوح نقدلي، نصوح على التنفيذ، نصوح نقدلي، نصوح وهدف، هدف هدف رائع يا نصوح، بنينكا يا نصوح، حبيب الوحداوية، معشوق جماهير الوحداوية، نصوح نقدلي يعدل النتيجة بطريقة أكثر من رائعة، بنينكا جميلة من نصوح نقدلي. شريفة يلعب الكرة باتجاه الواكد، برأس الواكد لباسل مصطفى، تسديدة من باسل لكن تمر بسلام. مصطفى على حدود منطقة الجزاء، يدخل مصطفى داخل منطقة الجزاء، يوزع لمحمد أنس لكن عبد اللطيف نعسان. يوسف محمد يتقدم، يوسف يتقدم يلعب لمصطفى حمو داخل منطقة الجزاء، مصطفى حمو داخل المنطقة لكن تضيع الكرة.